خد بالك عشان ما تتلخبطش. تقول لي اديني اكزامبل هرمونز اكتيفيت الادينايليت سايكليز، هم كلهم اللي انا قلتهم في الاول بيحتاجوا سايكليك ايميل. يعني مش بتكش تقول لي مثلا اصل يا دكتور انت ما كتبتش الاف اس اتش. انا بقولها لك من الاول، الهرمونز اللي هي اكتيفيت الادينايليت سايكليز هي نفس المجموعه اللي بتحتاج مين؟ صحتنا السايكليك ايميل. فاضل اللي هي بتعمل انهبيشن اللي هو مين؟ انجيوتنسين 2 اسيتايل 3. خلاص؟ يبقى ده هرمونات بتعمل اكتيفيت، دي هرمونات بتعمل ايه؟ انهبيشن. وقلنا الهرمون لما بيعمل اكتيفيت الجي بروتين يعمل اكتيفيت الادينالين سايكليز، يعمل ايه الادينالين سايكليز؟ يكون السايكليك اي ام بي. طيب السايكليك اي ام بي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هو طلع سكند مسج او اللي هيأدي وظيفه الهرمون، يعمل ايه سايكليك ايه من ايه؟ يقول لك انا ليه حاجه بتعتمد عليا؟ دي معروفه اسمها ايه؟ سايكليك ايه ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. يعني دي انا بروتين كاينيز انا بعتمد على السايكليك ايه ام بي انه يخليني اشتغل. طالما قال له سايكليك ايه ام بي، انا اسمي بروتين كاينيز ايه؟ ما في بروتين كاينيز ايه؟ ده هو مين؟ انا سايكليك ايه ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. من حيث التركيب الكيميائي هو بيتكون من اربعه سب يونت، اثنين كاتاليتيك واثنين ريجيوليتوري. كاتاليتيك يبقى انت اكيد اللي بتعمل الاكشن. ريجيوليتوري اكيد انت اللي بتنظم الاكشن بتاع هذا الراجل ده، يعني تخليه يشتغل او ما يشتغلش. لما يكونوا الاربعه مع بعض يبقى ان اكتف قاعد ساكت كده مش شغال. طب انت يشتغل لما السايكليك ايه ام بي زي الهرمون، الهرمون عشان يشتغل لازم ايه؟ بايند مع الرسالة. يجي السايكليك ايه ام بي ايه؟ بايند مع البروتين كايناز، فيعمل له ايه؟ فاست، يفصل الاثنين كاتاليتيك من الاثنين ايه؟ ريجيوليتور. طب الكاتاليتيك يعمل ايه؟ يا اخي انا لسه قايل لك يعني ايه بروتين كايناز؟ بروتين كايناز يعني بيعمل فوسفوريليشن للتارجت بروتين. طب يعمل فوسفوريليشن يعني ازاي؟ يعني بينقل فوسفيت من مين؟ هو الفوسفيت دونر في جسم الاي تي، هو ترانسفير الفوسفيت من الاي تي بي الى الطرد البروتين او الانزيم، فهو ده اللي يؤدي وظيفه الايه؟ الهرمون. فهمتوها؟ فهمتوها؟ سايكليك اي ام بي هيعمل ايه؟ هيعمل يشتغل على البروتين كاينيز ايه؟ هيعمل له ايه؟ اكتيفيشن ازاي؟ يفصل حتى بس معاك، يفصل الكاتاليتيك من الريجوليتوري، والكاتاليتيك هو اللي يشتغل وينقل الفوسفيت عشان يعمل له فوسفوريليشن. مفهومه ديت؟ مش مفهومه. طب انا اسكت. ايه؟ فاهمينها؟ لا والله عدها يا دكتور. ها؟ عدها لو سمحت. اعيد ايه؟ ديت؟ ايه بس الجزئين مفهومين؟ ديت؟ ايه؟ السايكليك ايه ام بي يعمل ايه؟ هيشتغل على انزيم. اللي هو مين؟ بروتين كاينيز. اسمه طالما اسمه سايكليك اي ام بي يبقى تاني اسمه بروتين كاينيز اي. ايوه. لان في تاني هتعرفها بروتين كاينيز تاني. يبقى ده اسمه ايه؟ سايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. هو عباره عن ايه؟ اثنين ريجيوليتوري واثنين كاتاليت. لما يكونوا الاربعه متحدين مع بعض ان اكتف. لما يجي السايكل جي ام بي يتحد مع، هو مش بيتحد، هو على فكره هم اربعه سايكل جي ام بي يجي يتحد مع جي فيفصله. فلما يعمل كاتاليتيك انفصل بقى اكتف يؤدي وظيفته. ايه وظيفته؟ انا جزء من البروتين كاينيز. اللي هو ايه كاينيز؟ كاينيز يعني يعمل فوسفوريليشن للتارجت بروتين، ترانسفيت الفوسفيت من الاي تي بي. هي فين الكلام ده كله؟ ها؟ انا عارف هي فين؟ الى ايه؟ سيبك يا سيدي من هو دايما الفوسفوريليشن بيتم فين؟ في امينو اسيد ياسيرين ايه؟ ياسيريونين. ما لو ما قلتهاش مش مشكله، قول لي ترانسفير الفوسفيت من الاي تي بي الى التارجت بروتين او الانزيم، عمل فوسفوريليشن. خلاص يبتدي يقد بقى وظيفه مين؟ الهرمون لو كان بيحتاج سايكل ايه؟ ام بي. سايكليك وانوزين مونوفوسفيت. ظريفه دي، ازاي نلعبها؟ ما احنا كل ما نقدم خطوه لازم اخد حاجه من اللي قبليه. احنا قلنا ايه؟ شوف اللعبه دي. في الجروب الاول في السب جروب الاولاني الهرمون بايند تو ريسبتور فورمينج هرمون ريسبتور كومبلكس.
activating الجي بروتين activation or inhibition adenylate cyclase. نيجي في الجروب 2 هي سب جروب هرمون بايبتو ريسبتور نفس الكلام ولا بغير forming هرمون ريسبتور كومبلكس activating الجي بروتين activation of guanylate cyclase. المثال اللي انا قلته لك هو بيعمل activation بس يعني اللي قبله كان ايه activation or inhibition of adenylate cyclase ده بعملت ايه وقلت adenylate ليه لانه بيشتغل على الاي تي بي ده بيشتغل على مين جي تي بي اسمه guanylate cyclase يبقى بيعمل activation guanylate cyclase يبقى انا كل عملت ايه غيرت ايه بدل ما اقول adenylate قلت guanylate وبدل ما اقول activation or inhibition قلت activation اديني اكزامبل ما انت عارف بقى خلاص ما انت عرفت من السلايد الاولاني اديني اكزامبل اتريوم بيعمل ده سكريتد من الهارت بيعمل ريلاكسيشن وسلوسوس بيعمل فازوبايليتيشن هتاخدوها في الفيستوش بيعمل اكسسيف اكسكريشن مش سكريشن لما اقول خارج الجسم اقول اكسكريشن جوه الجسم اقول سكريشن اكسسيف اكسكريشن للصوديوم والووتر في اليورين يعني يخلي الواحد دايوريزيس قاعد نازل اللي بيعمل بول كتير فهمتوها؟ ايه حكايه ده مهم جدا ده اللي بيحصل له اكتيفيشن للانسولين هو ده اللي بيكسر السايكل كي ام بي ده هو موجود في الجسم ويحوله الى ايه؟ الى 5 اي ام بي او 5 جي ام بي ما يديش وظيفته يبقى هو يؤدي وظيفته امتى لما يكون ايه في حاله ايه؟ سايكليك سايكليك اي ام بي او سايكليك جوانزين هرمونز لكن لما يتكسر عن طريق الفوسفو داي استريس ما بقول لك وعامل ربطه كده عامل زي الحل مين اللي بيشتغل عليه؟ الهرمون المشهور جدا الانسولين مفهومه دي؟ في اي مشكله؟ في اي مشكله بالنسبه للسب جروب واحد او اثنين اهي هرمون هول فورمين activating activation or inhibition يديك انظام الهرمونات الكتابية لو بالتالي نخش على سب جروب اثنين انت اسمك ايه؟ جوانيلين سايكليز نقول فورمين activating activation of جوانيلين سايكليز انت ايه؟ activation or inhibition نيجي للجروب الثاني نفس الكلام رجعنا واحد اثنين ارجع تاني للاول ها اخليكم تقولوا ده هرمون بايت ريسبتور هرمون قال هرمون سوبر قول ها هو فين ها ايش شوف انت قلت هنا ايه انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ هنا مين بقى الانزيم الثالث اللي يشتغل عليه؟ فوسفولايليز سي يعني ده اختار ادينالات الهرمون في هرمونات اختارت الادينالات سايكليز في هرمونات اختارت الوانيلات سايكليز وحسب السكند ميسنجر اللي بيطلع منه في واحد مجموعه اختارت مين؟ اللي هي الكالسيوم او الداي اسايل كليسترول والانيزيتول تراي فوسفيت او مين هو الانزيم اللي بيطلع هذه السكند ميسنجر؟ فوسفو لايبيز سي اكتيفيشن اور انيبيشن ايه حكايه فوسفو لايبيز سي يشتغل على مين؟ فوسفو لايبيز سي فوسفو ليبيد فوسفو ليبيد معين اشمعنى بقى كلمه سي؟ سي يعني كليسترول سي تحس التركيب الكيميائي لو انتوا فاكرين فوسفوليبيد عباره عن ايه؟ كليسترول فاتي اسيد فاتي اسيد فوسفيت وبعدين في هنا بيز البيز انا مين انوزيتون المركب ده اسمه ايه؟ فوسفاتي دايل فوسفاتي دايل ما هو لما يكون الدايل اسايد كليسترول مع فوسفيت اسمه فوسفاتيتك اسيد داخل مع مركب تاني يبقى مش فوسفاتيتك اسيد يبقى فوسفاتيدايل كمل بقى مين اللي داخل معاه انيزيتول الانيزيتول فيه اثنين فوسفات 4 و 5 بس فوسفات فوسفاتيدايل انيزيتول بس فوسفات
يعني ايه كلمة بس؟ ما قلناش نضال. بس مش بس. بس يعني ايه؟ لما يكون عندك اثنين متحدين مع تو إليمنتس مينرال يعني إليمنتس يبقى نقول بس. لكن لو اثنين فوسفات شابكين في نفس الكربون يبقى نقول داي. زي مين؟ أدينوزين تراي فوسفات. أدينوزين داي فوسفات. لأن الاثنين فوسفات شابكين في نفس يعني ده كربون هي أربعة. راح الفوسفات شبك فيه وراح الفوسفات ده شبك فيه. يبقى الاثنين شابكين في نفس الكربون. أقول داي. لكن لما يكون الفوسفات ده شابك في كربون ثلاثة وده شابك في كربون أربعة أقول بس. فوسفات دايل إنزيدول أربعة وخمسة بس فوسفات. الفوسفولايبيسي أنا فوسفوليبيد. فين يا عم الفوسفوليبيد؟ أنا أهو. راح جه ناحية الجليسرول والفوسفات. يعني أدي الجليسرول أهو راح جه ضم البتاع قطع الرابط. فانفصل الفوسفات مع بقيت إيه؟ مع الإنزيدول إيه؟ بس فوسفات. أصبح إنزيدول أخد فوسفات الثالث اسمه تراي فوسفات. ما هو فيه فوسفات بين الداي أسايل جليسرول وبين الإنزيدول إيه؟ أربعة وخمسة بس فوسفات. الرابطة اللي اتقطعت قطعت فين؟ هل بين الفوسفات والإنزيدول ولا بين الفوسفات والجليسرول؟ لا ما أنا اسمه فوسفولايبيس سي جليسرول. فالفوسفات راح مشي مع مين؟ مع الإنزيدول. فطلع مين؟ إنزيدول تراي فوسفات. وطلع مين؟ الداي أسايل. كل واحد منهم هو سكند ميسنجر. ايه بقى وظيفة تفتكرها ازاي؟ بصراحه صراحه ظريفه جدا. انزيتول تراي فوسفات. انتوا دايما عارفين ان الكالسيوم ماشي مع الفوسفات صح ولا لا؟ الكالسيوم ماشي مع الفوسفات منين؟ في اللبن ومنتجات الالبان. يبقى الانزيتول تراي فوسفات بيعمل ايه؟ ريليز الكالسيوم. تفتكرها ازاي؟ انزيتول تراي فوسفات بيعمل ايه؟ ريليز. ما الفوسفات دايما شابك مع الكالسيوم. ريليز الكالسيوم من الانتراسيلولار ستورج بتاعه اللي موجوده جوه السيل. يخلي الكالسيوم يطلع من زي منين؟ من الاندوبلازم الريتيكولم يطلعه جوه السيل. فالكالسيوم لما يطلع ما هو معانا عندنا كالسيوم يعمل ايه؟ يتحد مع مركب بروتين بيعتمد على الكالسيوم في الاكتيفيشن. فاسمه كال موديولين. كال يعني كالسيوم. كال موديولين. يبقى الكالسيوم اللي طلع من الإنزيتول تراي فوسفات هيتحد مع مركب بروتين مهم جدا اسمه كالميديولين يعمل له اكتيفيشن. لما يحصل له اكتيفيشن هو نفسه يعمل اكتيفيشن لمين؟ كالميديولين ديبندنت بروتين فايبرز. زي مين؟ زي سايكليك اي ام بي. ينقل الفوسفات من الاي تي بي الى تارجت بروتين. زي سايكليك وريزين مونوفوسفات ينقل الفوسفات من ايه؟ من الايه؟ من الاي تي بي الى تارجت بروتين. ده يعمل ايه؟ نفس الفكره. كالميديولين ديبندنت بروتين كايناز ينقل الفوسفات من الاي تي بي الى تارجت بروتين ويبتدي يعمل الشغلانه بتاعته. فهمت الحته دي؟ الانزيتول تراي فوسفات يعمل ايه؟ ريليز الكالسيوم من ايه؟ من المخازن اللي جوه السيل من الانتراسيلولار ستورج او يجيبه من بره. المهم اهم حاجه من جوه. طب الكالسيوم لما طلع هيعمل ايه؟ قاعده عامه انه هيتحد مع الكالميديولين. كالسيوم كالميديولين. طب الكالميديولين يعمل ايه؟ ما هي لازم بروتين كايناز يعمل اكتيفيشن الكالميديولين ديبندنت بروتين كايناز. انا قلت سايكل كي ان بي ديبندنت او سايكل وان زي مون فوسفات ديبندنت دي كالميديولين ديبندنت. نيجي للداي اسايد جليسرول يعمل ايه؟ ما انا لسه قايل فوسفولايبيز سي داي أسايل كوليسترول سي بروتين كايناز سي. يبقى في بروتين كايناز ايه؟ لو بتاع السايكل كين في بروتين كايناز سي بتاع مين صاحبنا الفوسفولايبيز سي. يعمل ايه بقى البروتين كايناز سي؟ نفس الكلام ما يهمكش ايه ولا سي. ترانسفير الفوسفات من الاي تي بي تارجت بروتين او انزيم. ما تتخضش تقول بروتين كايناز A بروتين كايناز C. ما تتخضش هي واحدة. قلنا الكايناز يعني ايه؟ كالميديولين ديبندنت بروتين كايناز وظيفته ايه؟ ولا يهم. ركز على الكايناز. ها وظيفته ايه؟ ترانسفير الفوسفات فوق الاي
to tell the target people. في حاجة دي؟ في حاجة؟ نقولها تاني؟ نقولها تاني. فضل سب جروب. سب جروب A. انت اللي باين. فضل. جروب السب جروب 2 بي. انت اسمك ايه دلوقتي؟ جوانا ليت في اي سؤال؟ يعني احنا يمكن جرينا شويه، في اي سؤال؟ اكتيفيشن انا قلت لك اول واحد ايه؟ حل صوت. الثاني هو ايه؟ الثالث الانزيم هنا اسمه ايه؟ الانزيم هنا اسمه ايه؟ الانزيم هنا اسمه ايه؟ المجموعه الرابعه دي السهله. دي بقى عباره عن هرمونات بتحتاج بروتين كايليزس. اوعى تقول بروتين كايليز، عشان كده بيقول عليها كاسكيد. كاسكيد يعني ايه؟ سيريز من الرياكشنز. ده يعمل اكتيفيشن وبعدين يعمل اكتيفيشن، يعمل اكتيفيشن، يعمل اكتيفيشن، اكتيفيشن، اكتيفيشن لغايه ما يحصل الكلوت. اسمها ايه؟ زي بتكون مجموعه انزيم زي مثلا زي البلاد كلوتنج. اسمها كده. بتحتاج ايه؟ بروتين كاينيزس اند بروتين فوسفاتيزس. دي مجموعه هرمونات اللي هم مين بقى؟ اللي هم بيعتمدوا على حسب الريسبتور. يعني اتقسموا الاثنين، ريسبتور جواه يعني ايه؟ انترنسك جواه، يعني داخل في تكوين تيروسين كايناز. داخل ايه؟ خد بالك من كلمه انترنسك. وفي ريسبتور اسوشيتد ويز اسوشيتد ويز associated with. خد بالك من الكلمتين دول. يعني ماذا تقصد بكلمه intrinsic؟ ان التيروزين كايناز داخل في تكوين الريسبتور. طب صاحبنا ده انا مش داخل في تكوين الريسبتور، انا جنبك. يعني انا مش جنبك يعني بعيد عنك. كلمه associated يعني الاثنين قاعدين جنب بعض. لو كان زي ده يبقى ده مش associated. associated يعني ايه؟ الاثنين طيب ادي لي اكزامبل المشهور جدا اللي هو مين؟ انسلين. الكلام ده طبعا اللي انا بقوله هنا هو يعني ايه خواص الانسلين ريسبتور دي مهمه، ان هو عباره عن جلايكوبروتين. يعني ايه كلمه جلايكوبروتين؟ ليه ما قلناش بروتيوجلايكان؟ ايه الغلاسه دي؟ قال لك لانه اساسا معظمه بروتين وفي كميه قليله من الكربوهيدرات. بسميتك لما يبقى معظمه بروتين وليت الكربوهيدرات اسميه بروتيوجلايكان ولا اسميه جلايكوبروتين؟ لو فهمت من كلمه جلايكوبروتين وبروتيوجلايكان بتوع الكانسر يفهموا الحكايه دي قوي. انت بتشتغل على ايه؟ جلايكوبروتين ولا بروتيوجلايكان؟ طب التركيب الكيميائي لجلايكوبروتين ايه؟ معظمه ايه؟ بروتين. طب بروتيوجلايكان معظمه ايه؟ خلاص فهمتوها؟ الرسمه دي لحبايبي. الانسولين ريسبتور زي ما قلنا هو جلايكوبروتين عباره عن اربع سب يونت، اثنين الفا واثنين بيتا. الاثنين الفا اكسترا سيلول بره فوق، اكسترا سيلول يعني ظاهر على فوق الخليه. البيتا باس ثرو ذا بلازما ميمبرين ودخل على السيتوبلازم، يعني اسمها سبانينج ذا بلازما. دخل كده البلازما ودخل ظهر فين؟ في السيتوزوم. اثنين الفا اند اثنين بيتا. بص للرسمه وافهمها. هي كانت الهرمون بايند تو ريسبتور او انسولين بايند تو انسولين ريسبتور، ما خلاص بقى هيكون ايه؟ انسولين ريسبتور كومبلكس.
يعمل ايه؟ احنا كنا قلنا كل العمليه عباره عن ايه؟ بروتين كايناسيس اند بروتين فوسفاتيز. سبحان الله الشغلانه بتاعته في الاخر هي نفس شغلته في الاول. انه يعمل ايه؟ يعمل فوسفوريليشن. خد بالك للتيروزين ريزيديوز اللي موجوده جوه الريسبتور نفسها. يعني الريسبتور نفسه احنا قلنا ايه؟ جلايكو بروتين، يعني معظم البروتين بيتكون من ايه؟ امينو اسيد. مين الامينو اسيد المهم في هذا الريسبتور؟ التيروزين. هو بقى ده لما الانسولين يتحد مع الريسبتور ويكون كومبلكس، يتحد مع مين؟ مع الاثنين الفا سب يونت. يحصل على طول فوسفوريليشن للتيروزين ريزيديوز الموجوده في البيتا سب يونت. لما يحصل للتيروزين ريزيديوز او امينو اسيد فوسفوريليشن، تعمل فوسفوريليشن للتيروزين كايناز اللي هو داخل في تكوين هذا الريسبتور. يعني معناه ايه؟ احنا قلنا الريسبتورز فيها ايه؟ انترنسك تيروزين كايناز. الانسولين بيتحد مع الريسبتور عمل ايه؟ كومبلكس. راح عمل ايه كومبلكس؟ فوسفوريليشن الامينو اسيد اللي هو التيروزين الاول. راح الفوسفوريليت التيروزين راح اتعملت ايه؟ اكتيفيشن، لان التيروزين ريزيديوز ديت ايه موجوده فين؟ موجوده في جزء معين في البيتا سب يونت. طب هو مين؟ التيروزين كايناز. يعني التيروزين ريزيديوز اللي داخله في تكوين التيروزين كايناز لما حصل لها فوسفوريليشن عملت اكتيفيشن للتيروزين كايناز. طب صاحبنا ده لما التيروزين كايناز بقى عمل اكتيفيشن يعمل ايه؟ ما انت قلت يا اخي التيروزين كايناز يعمل فوسفوريليشن اند اكتيفيشن للبروتين مهم جدا موجود في السيتوزوم اسمه، انت عارف في حاجه في العين اسمها ايه؟ ايرس، صح؟ ايرس. خد بالك من كلمه ايرس، اي ار اس، يعني اسمها ايرس. اي انسولين. ار اوعى تقول ار ريسبتور، لان الريسبتور قلنا فين؟ يعني ده تبع الموضوع الاكسترا سيبيرت، انت كده غلطت، غلطه جامده. يبقى هو انت تبع بقى الاسترويد. ار مش ريسبتور، اسمها ريسبونس. عمل ريسبونس انسولين ريسبونس سبستريت. راح البيتا صاحبنا راح عمل ايه؟ تايم اند اكتيفيت البروتين كاينيزز اند فوسفاتيزز. نجيبها في قبليها بقى علشان نقراها. اهي انسولين بايند عمل اوتو، هو صح؟ لان هي موجوده في ايه؟ ما هي داخل جوه الريسبتور، فاحنا بنقول عليها اوتو فوسفوريليشن. بعد ما عمل اوتو فوسفوريليشن التيروزين راح عمل ايه؟ اكتيفيشن لمين؟ للتيروزين كايناز الموجود جوه الريسبتور. راح ده عمل ايه؟ فوسفوريليشن اند اكتيفيشن للايرس. طب الايرس ده عمل ايه؟ بايند اند اكتيفيت البروتين كايناز اند فوسفاتيز. اتفضل ادي بقى وظيفه الانسولين. ها؟ ايه؟ ريسبونس. ادي مين؟ معلش. خلاص معلش. ادي شداد. دلوقتي.